بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ودنا يتكبراتشو مسلم وندمتشي نهتوتشي دمنا الدراتشو دمنا علاتشو دمنا مشاتشو إن شاء الله. الله فقدك هنا لزاري أطرق القصة لكي فنبي عليه الصلاة والسلام يتنكر إمام البخاري رحمه الله صحيح أتشو يزقبوت مالتنا سلام دا بدارينا تبداري تاريك كالصند زوية من ناقين أتشو تمرتو تشيرو عنو مالتنا إن شاء الله قد تتاود قصة والنقبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه لتلالفه يا الله ملك تنيا أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل كبني إسرائيل وشاند سوا وسو يا الله ملك تنيا سلاند سوا تناقل من إلاله سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار ليلة يون وغنون كبني إسرائيل هنا نسو عندشي دينار يابدر وزند تأيكو فقال أبدر يوم من إلال ائتني بالشهداء أشهدهم مسكروا اتنام تالي نقا بدرون انكوال ملس مبتر ويبتكت أنت كنيلة مبدرة مسكر مهوني يمشلو مسكروش نام تعلن يالو فقال تبدر يوم من إلال كفى بالله شهيدا مسكر النتبع الله بكا الله يبلت ليلة مسكر اللي يمنا الله مسكرين أول قال أبدر يوم من إلال فأتني بالكفيل الشواس مهونه نام تع نقم ملس كالشال كأكمون كوكر يلا يعني اللي كفر الله يميشل واسامتا قال كفى بالله كفيلا تبدار يوم من عليه واسم با الله بكا تياجم ميهونين جيتا يا الله نو سلازي واسنت بسو يبكا له قال صدقت أبدار يوم أمنت بلا هلا فالله يتشال مسكر ويمدق مواس لمتا يشل منا أونتنا ويتناقر كوالو فدفعها إليه إلى أجل مسمى اسكتوسنا كندرس غنزب ستو مالت بزيه قزيه تملس الله يميل يقزيه قدب تدرقولت عندشي دينار أبدرو فخرج في البحر تبدر يوم غنزب نيزو بمركب تسافرو واتا بحرون أقوارت فقضى حاجته ودايون فتسامة مالتنا كزام ياك أنا كترو سيدرس يتبدرون عند شي لمملس ثم التمس مركبا يركبها جلبا مفلق جمرة بزي مركب وين بجلبها ما كان ينت يقدم عليه للأجل الذي أجله توسنو ينبرو كان كترو سيدرس بكترو مسرت يتبدرون عند شي دينار يملس زند جلبا مفلق جمرة فلم يجد مركبا عندم جلبان ماغية تالشال ظهروا اللي أشقروا يميش المركب يلم مالتنا فأخذ خشبة تسفاسي كورت مجرش علي عندن انشتا متا كذابها لا فنقرها له لتكفلونا فأدخل فيها 1000 دينار بوستم عندشي دينار كتتا وصحيفة منه كالسوزان دي هنا دب دابين من دزيهو بوستو آنو ربت إلى صاحبه لقوات دنياو لأبد داريو عندشي
دينار لسطاو مالتنا ثم زجج موضعها كذا بهالا يانن سفرة بمسمارم يهون وينبري لانقر اتطبقو اياهزو متاو ثم اتى بها الى البحر ودى بحر متانا من الال فقال اندهالا اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار أملاك يا الله كأكلي عندشي دينار عند تبدركن ينتو توكال فسألني كفيلا بوقت واسويم تاجمهنهن عم تابلو تيكو ينبر فقلت كفى بالله كفيلا واسويم تاجنت بانت يبكي بيه أنتن كفيلي أدرك ينبر فرضي بك السم يانتن كفيل النت يانتن واس النت آمنو تكبل ودد وسألني شهيدا مسكرام تاسيلين فقلت كفى بالله شهيدا مسكاري النتن با الله بكا بيو فرضي بك السم بانت مسكاري النت ودد هذا وإني جهدت أن أجد مركبا يونم جلبا لما قيت مكري نبر أبعث إليه الذي له يراسو يهونون غنزب عندشي دينارو لملاكنا لمملس فلقو انجلبان فلما قدير قنال شالكو كانو دمو درسوال سلزهم وإني أستودعوكها على فنتو لانتا ستعلو أماناون أنتو تادرسل لنزنج لانتا ستعلو هلنا فرما بها في البحر برنا مليك تدبداب بيالون انجت باهر لاي ورو ورو حتى ولجت فيه باوستوس كنت سمت درس مالتنا باهر رايك ورور وبهلا ودوست ستقبا كزام ثم انصرف زور على السو مالتنا وهو في ذلك يلتمس مركبا ليلة جلبان يفلق مالتنا ليلة جلبان يفلق ودوالا تملس يخرج إلى بلده ودعب الداري واقر يمياس يمياس دون مركب مفلق جمرا فخرج الرجل عبد داري ودقم وطا كبيت وطو ودم بهروج أفلاي متبابك جمرة الذي كان أصلفة جمرة عندشي دينار عبد دروت ينبرا وعبد داري ينظر لعل مركبا قد جاء بمالي عند جلبا قنزب ونزو من البت كمتالنج بمالت متبابك جمرة مجرش علي بيتبك منم ميمتا جلبا وين مركب يلم فإذا بالخشبة التي فيها المال ياتي غنزبتك التوبات بالله أماننا أدراي تستجع إنجت ما أبلي يوزا وزات ودزيه طباكي ويم أبداري ستمت آياتال تصفى بقرد أقزيبك أنجتوا لبيت سبيت تكمن يالكي لنا فأخذها لأهله حطبا لبيت سبو ما قدون دتونو يزوات هيدا سات تاكتات للن يالكي بمالت لما قدوا قل قلوتهم ديهونا ويزوت هيدا فلما نشرها أبيت قبتو بسنتك أو قزي وجد المال والصحيفة أبد دروت ينبرون عندشي دينار الزيه استيقين يوال كان دبداب بيوم مالتنا كان ملئكتو طلاب الزي محل ثم قدم الذي كان أصلفه تبدرو ينبرو أكل ليلة جلبانا قنتو ودى الزيه قواد دنيو ودى عبد داري وزن ديمتان فآتا بالألف دينار ليلة عندشي ديناري زو نبري متاو مالتو فقال كزام منالة تبدريو إهن عندشي ديناري زو ودى الزيه سو كمتابو هلا والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك قنزبهن يجي بتكترو ساعت مسرت جلبا فلقي أنت قال ممتعت بتعام وكري نبر نقرقن فما وجدت مركبا قبل الذي أعطيت فيه أهون كمتهو بساعت بفيت ليادرس يميشل عندم جلبا على غنيهن يمال يكرتا بزي مكنياتنا ويزق يهو تيالون نابرهن مجيمت اتشالون قال كزام ملاوريان يو أبداري ينبرو هل كنت بعثت إلي بشيء ودني عندك لاكو نغر الله عندي جربا انكساكش يونه سو ملكتهن اسيزهو ودني لاكو الله سيلو قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه اهم كمطاحوبت بفيد ليلى جلبا لاغنيهم يالكو ينغركو هيدلم وي
يو أهون جنا عنشي ودا أنت ممتعتك كناو علو قال بزي ساعات أبداري ومن علو فإن الله قد أدى عنك الذي بعث في لها شبا بنجت استكته لك والنجر الله بأمانا أدرسوا لها كفلوا لها فانصرف بالألف الدينار راشدا إذا هي متهون عند شي ديرهمه دينارهن بل إذا تملس علو ناهي بخاري يزقبو صحيح حديث نو مالتنو كساو بتعام بصوت مهرت لقن يبت يميشل تعلق ومنقرن يزل ملئكتن من دنو أبي هريرة رضي الله عنه بزي حديث قد إلهي مسارة تدرقو ابن حبان بزقبو تزقبا لأي من دن نبر يميلو إنهم صحابوش نكراكر نبر كهولتو من نيونو يبلتا يامنو إيانا من نيونو يبلتا يامننو قماشو تبداريونو يميلال قماشو أبداريونو يلال تبداريو يتبالبت بقلس ميتايو مكنياتو تشالو عندن يا مسكرنا واسبة تطيق أقزي جيتاون اللهن مسكرينو السو واسينو بلو من ناقرو إيهي يإيمانون درجة ياسايان بهولتن يا درجة دقمو بدرون وقتنا ساعتو بدرس أقزي لما ملس ماسبو يتبدرون نقر يزو مطفاتي شلال مطفاتي يشالي اللهن فرتو يانن لما ملس من نساتو تعلق النتو نيقلسال سوستن يارقمو ودا بداريو ليادرسو يميشلن مركب ويم جلبا ساياقين يكارتو با الله لا ينبرو توكلقن بانجتو استغنزبون النامل اكتون كتو اللهن تمامنو باهر لاي مورورو من ياهل اندهونا يا سيال توكلو الله لاي تعلق نون أرادتن يارقمو ليلة عندشي دينار نيزو اندقنا تسافرو هيدو بر لما ملس ادان لما كفل من يهل تنقو كندن برا مالتن باب الداريو وكل مو يتتكسو من دنو عندن يا يا اللهن مسكر النتننا يا اللهن واسنت ودو مكبر الله مسكرينو الله واسينو بالقزي اونت بلا هالبلو يهننم ودو تكبلو سوا متعلن بلو مجج بلو التأييكم ما بدرو براسو عند تعلق النتنو اندقنا يهننم مامنو مكبر ليلاو دقمو بتجمعري من دنو مياسا يو يا أبداريون تعلق النت انشات استياغنيون قنزب الله ملسو اللحال ادهن باقبابو كفلو اللحال دبداب بهدر سوحال بلو من ناقرونو السو سالايهم بلو مكاداي چلموين يدرسن انشات ميلم منم نقرين بلو دقامي ليلاشي دينارون موصد اي چلم نبروي نا هولتم بيراسا چو انقلت انكار رايو هون قونا الله چو مالتنا نا اندزي هينت تاريكوش بزوت مهرتوش النوصد بات چواته من دنو يمن مارو كتباله اتر لما درق يكل بزيك الساوست من الناقن يلن عندن يا مشروعية التعاون بين الناس على الخير والبر بسووش مكاكل بملكا من اقرنا صروبه هنا بميتك من أجر لي متبابر شريعي مسرتي على وندو هنا مالت ما بدر ما بدر بتلي تشجر أكل كلا جنزب ويا الله وسول يا بدر الجبال ما بدر براسه أجر الله مالت الله زوج تلك أجر الله سلزهم بسويش مكاكل ما بدر منورو ملكا من نتند الله ونرد الله هلتن يالي لك زيهو كسا من دنو يمن مارو وفيه طلب الشهود في الدين ادان ويم دمو بدرن لسووش بمن ستقزي انيام بمن نكبل بتقزي مسكر مترات شريعوي مسارت اندالو مسكرن امتال لين بلوتال بحديثو مسارت اندزيهم دمو وطلب الكفيل كفيلن امتال بلوتال واسم ميهون سلازي زاريم مسكر متراتو واسم متراتو منم چقري ليلو شريعوي مسارتي اللو تقوار مهونون كزيه كفصان نمارا لن مالتنا إيهي بتالي مچينو ميبي وددو سووش إدان بمملس بكل سنفن ناوس كقبو نقرون اندك اللا لايتوت يتبدروت النقر يمماي ملسو كوهونا نقا يباسا واندما ما چنت إهتما ما چنت انداي قوارت تقلات النت بما حكلات چن انداي سفن مسكرو چننا واسوش متاراتات چو أقباب النتي اللو سوستن يا دمو مزعصاف مالت الزيهو اقرامنگد بوسط تواقينات
أداب من بدر بتجزي للنصف عندما يجبان أن الرد عليه. القرآن استرجم آية تبرو يمي تروا بسورة البقرة على يمي جنوا هلت متوسمان يهلت تنجوا آية آية الدين يمي بلهم إن نونو يمي أسيو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ በእዳ ከተዋዋላችሁ ያንን እዳ ጻፉት ነው የሚለው ጻፉት وليكتب بينكم كاتب بالعدل ከመሐከላችሁ ጻፊ የሆነ ሰው ካለ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ይጻፍ ነው የሚለው መጻጻፍ አስፈላጊ ነው አንዳንድ ሰዎች ሲበዳደሩ ለምን አትጻጻፉም ሲባሉ እንተማመናለን አንካካደም ይላል መጻጻፍ እኮ የሚያስፈልገው ለአለመካካድ ብቻ አይደለም እነት እንደተባለው አበዳሪም ተበዳሪም የሚተማመኑ ከሆነ አላህን ፈሪዎች ሆነው የማይካካዱ ከሆነ ይሄ አንድ መልካም ነገር ነው ያአላህ ተውፊቅ ነው خیر ነው ነገር ግን ጽሁፍ የሚያስፈልገው ለአለመካካድ ብቻ አይደለም ሌላም ችግር አለ እንደ ሰውነታችን ይሄኛውን ችግር በአላህ ተውፊቅ አልፈን የምንተማመን ከሆነ ሁለተኛው ችግር ምን አለ مرسات ميبال بشتا عالا عن رسام وي عبدداري عبدداري اللي رسائي چلا وي لغمو تبدداري مبدارو اللي رسائي چلا بزي مرسات سبب بمحكلات شو من يفتران عالم التماماننا متراتر اللي فتري چلا سلزي قديتا لم مزقه بيسفل لغوال مستطاف الجيبتا ملكام نو عن رسام ميبال كوهونا ليلا سوستنيا چنگري كستال መሳሳት የሚባል ነገር 50 የነበረውን 500 ወይ 500ውን 5000 አድርጎ ማሰብ መሳሳት ሳይከሰት ከነዚህ ነገሮች ልንሸሽ አንችልም ማለት ነው ፍጹም ምሉእነት ባህሪያችን ስላልሆነ ስለዚህ በተቻለ መጠን መጻጻፉ ከብዙ ስህተቶች ይጠብቀናል በመሐከላችን ያለውን መተማመንን አያደፈርሰውም ማለት ነው እናም ከነዚህ ሁለት ሰዎች ታሪክ ይሄንኑ ትምህርት እንማራለን ማለት ነው አራተኛ አሁንም ምንድነው የምንማረው وفيه فضل التوكل على الله بالله لا يممكاتن درجات الرفات من ياهل تعلق እንደሆነ እናያለን وان من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه الله لا يتككلኛ የሆነ توكل ያለው ሰው الله በማገዝና በመርዳት ኃላፊነቱን ይወስድ ይሄ ተበዳሪ አላህ ላይ በነበረው ተወኩል ምክንያት ከአንድ ባህር ጫፍ እስከ ሌላ ባህር ጫፍ አላህ በመገዶ አማካኝነት ለባለቤቱ እዳውን አደረሰለት ምን ያህል የቂን ቢኖረው ነው ሰዎች አላህ ላይ ባላቸው ተወኩል ልክ ምድራዊ ፍላጎቶቻቸውም እንደዚሁ የዛን ያህል ይሳካላቸዋል ጥንት ለነሱ ይሰራ የነበረው አላህ ዛሬም ለኛ ይሰራል ቆም ነገሩ እኛ ትክክለኛ ሙስሊሞች الله لا يمن نوكل هنا مغنيتنا كذي تاريخ ايهن نو يمن نرداو معناتنا خمسنيا اهون من تمرت ناغنيالن بيبال امانان يمطبق غداي تبداريم بزاو اند تبدرس ايطفا ابداريم يدرسون ملكت الدرسنيم بلو سايكد ሁለቱም اللهن بمفرات امانان متطبقاچو من ياهل ايماناچون تعلقنت انداسردان እኛም ዛሬ ይሄንን ልንጠብቅ ይገባል በተለይ የሰው እዳ ከሰው ሐቅ ጋር የሚገናኝ ነገር በተውበት የሚሰረዝ ነገር አይደለም ሺህ ጊዜ ተውበት ብንገባ ሺህ ጊዜ ሐሰናቶችን ብናበዛ ሺህ ጊዜ ላይ ልቆመን ብንሰግድ በተውበት ሊሰረዝ የሚችል ነገር አይደለም ባለቤቱ ደግሞ እጁን ካነሳብን ወደ አላህ አደጋ ነው ሐታ ሌላው ይቅርና ካፊር እንኳን ነው የሚባለው ካፊር ወደ ዲን አልኢስላም በሸሃደተይን ከተመለሰ ማንነቱ ከዚህ በፊት የነበረው ሙሉ ህይወቱ ታጥቦ አዲስ እንደተወለደ ህፃን ይሆናል ነው የሚባለው ይሄ ግን በአላህና በሱ መካከለ ለተፈጸመው ኃጢያት ነው ከሰው እዳ ጋር የተገናኘ ከሆነ ግን በኩፍር ህይወቱ ላይ ይያለ የወሰደው ሐቅ ካለ ቢሰልምም አይለቀውም ቢሰልምም ከሰለመም በኋላ ያንን ንብረት ወይም እቃ ወደ ባለቤቱ መመለስ አለበት ሙሉ በሙሉ ይሰረዛል የተባለው ከአላህ ሐቅ ጋር የተገናኘው ነው
የሰራቸውን ኃጢያቶች ወንጀሎች ኩፍር ክህደቶችን ነው የአዳም ልጆችን ሐቅ ከሆነ ግን ከባለቤቱ ነው ይቅርታ ማግኘት ያለበት ስለዚህም ከሰዎች ላይ እዳ ካለብን ቶሎ ብለን መመለስ አለብን ካልቻልንስ ጊዜ እንዲሰጡን መጠየቅ አለብን እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ያንንም ማንችል ከሆነስ ሐቂቃ ካልቻልን ይቅርታን ከነሱ መቀበል አለብን አይ መመለሱን እችላለሁ ነገር ግን ያበደረኝ ሰው በአሁን ሰዓት በህይወት የለም ወይ የድሮ ቤቱን አጥቻለሁ በፈልገው ወደዛ ወደዚህ ብል ላገኘው አልችልም ከተባለስ በትክክል ሊገኝ የማይችል ከሆነ የሆነ ቀን ካገኘሁት ብሩን ወይም ንብረቱን እመልሳለሁ ብለን ነይተን አሁን ግን በዛ ሰው የስም ሰደቃ ማውጣት አለብን ለሱ እንዲደርስ ሞቶ ሊሆን ይችላል ወይ እንደተባለው ፈጽሞ ላናገኘው እንችላለን ስለዚህም በሰውየው ስም ሰደቃ ማውጣት ለክሱ በህይወት እንዳለስ ይያለ እንዳወጣው እንዲቆጠር ማለት ነው የሆነ ቀን ግን ከተገናኘን እመልስለታለሁ በሚል ንያ የእዳ ነገር በጣም ከባድ ነውና ማለት ነው ሌላው ደግሞ ያአላህ ወልዮች ያው የሙእሚኖችን ከራማም እዚሁ ላይ እንረዳለን ከራማቱ ለውሊያ በሚባለው እናምናለን ያአላህ ወልዮች አላህን አምነው የትም ስፍራ ሆነው እሱን የሚፈሩ ሰዎች እንደ ኢማናቸው እንደ ተቋቸው መጠን አላህ ከራማን ይሰጣቸው ከነቢያት ሙዕጂዛ የማይወዳደር የሆነ እንደ ኢማናቸው ግን ተመጣጣኝ የሆነ ከራማ ይሰጣቸዋል ይሄው ይሄኛውን ካንድ ባህር ጫፍ እስከዛ ጫፍ አላህ በሰላም ማድረሱ ለሰውየው የተደረገለት ከራማ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው እና እዳንም እንደዚሁ የተወሰነ ቀን ካለ ቀኑ በሚደርስበት ጊዜ በአግባቡ መመለስ እንዳለብን እንማራለን ሰዓቱ ከደረሰ ቀነ ቀጠሮ ከተቀረበ በዛው ቀን ላይ ሄደን መመለስ እማንችል ከሆነ ደግሞ ያው የተወሰነ ጊዜ እንዲሰጠንና እንዲያቆየን ማለት ነው ካፊር ከሞተ በኋላ ሰደቃ ምንም አይጠቅመውም ምክንያቱም በአኺራ መልካም ስራው ምንም የሚያገኘው ነገር የለውምና ማለት ነው በመድረው ህይወቱ ይያለ ዱዓ ነው የሚደረግለት አላህ ሂዳያ እንዲሰጠው ማለት ነው ከሞተ በኋላ ግን ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም በአኺራ መልካም ስራው ንብረትነቱ ግን ለቤተሰቦቹ ለወራሾቹ ይመለሳል የሱን ንብረት እነሱ ስለሆኑ የሚወርሱት ማለት ነው والله اعلم ان አጠቃላይ የዛሬው የሐዲሱ መልእክት እንግዲህ ምንድነው በተቀሉ ማበደርና መበደር ሸሪዓዊ መሰረት ያለው ህግ ነው ሰውን ማመን ከንቱ ነው የሚባል አባባልም አይሰራም ታማኞች አሉ ወይም ሰውን ማመን ቀብሮ ነው የሚባለው ነገር ስህተት ነው አላህን ፈሪ አለ ነገር ግን እንምንጠራጠራቸው ከሆነ ከዚህ በፊትም አበደረናቸው አልመለሱም የሚባሉ ሰዎች ካሉ መስክርን ከፊልን በመጥራት መበዳደር እንደሚቻል ያሳየናል አላህ በሰማነው ተጠቃሚ ያደርገን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ